النهارده كان في زياره مهمه جدا على هامش هذا الحفل، يمكن كابتن محمود الخطيب زار الجناح المصري في معرض اكسبو في دبي، وكان زياره مهمه جدا. بالتالي في هذه اللحظات معايا الكاتب الصحفي على الهاتف، الكاتب الصحفي الاستاذ محسن سميكا رئيس تحرير موقع الموقع، عشان يقول لنا تفاصيل بقى هذه الزياره وزياره الكابتن محمود الخطيب للجناح المصري وابرز ما تم في هذه الزياره. وكان الاستاذ محسن سميكا كان موجود بجوار الكابتن محمود الخطيب ووفد الاهلي في زيارته للجناح المصري. استاذ محسن مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك، بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام الكباتن الكبار طبعا وكل الساده المشاهدين. طيب زياره الكابتن الخطيب ل يعني الجناح المصري في معرض اكسبو دبي وبالتاكيد فيها تفاصيل مهمه جدا محتاجين نسمعها من حضرتك. بالتاكيد لو هتسمح لي سعيد، الاول انا عايز اقول ايه هو المعرض لاول مره من الساده المشاهدين يعرف القصه عباره عن ايه. معرض اكسبو ده حدث بيعقد كل يعني تقريبا بقى له 170 سنه، بيتم كل 5 سنين بيتعمل في دوله معينه. لو عايزين نتكلم بلغه الارقام شويه بتبقى فتره انعقاده تقريبا لمده 6 شهور. يعني اكسبو دبي في النسخه الحاليه ده بدا في 1 اكتوبر هينتهي ان شاء الله في 31 مارس. بيكون في مشاركه من دول مختلفه، هذا الحدث تحديدا في مشاركه من 192 دوله على مستوى العالم. الدول دي بتعمل ايه؟ بتعرض افكارها، بتعرض مشروعاتها، بتبقى فرص لفكره الاستثمار وتبادل الاراء وتبادل الخبرات، بيبقى فكره الدول دي كانت ايه واصبحت ايه وبتتمنى توصل لايه، وده اللي موجود تحديدا في الجناح المصري. الجناح المصري في الدوله المصريه كيف كانت وماذا اصبحت وماذا تريد خلال الفتره اللي جايه. لو هصاحب حضرتك طبعا والكباتن الكبار والساده المشاهدين، الجناح زي ما زاروا كابتن الخطيب النهارده وشرفوا الحقيقه عدد كبير جدا جدا من نجوم المجتمع المصري والعالم اجمع تردد على الجناح، عدد كبير جدا جدا من الزائرين منذ انطلاقه او منذ بدايه الحدث بشكل كبير. زياره الكابتن الخطيب شرفت الجناح بالتاكيد بشكل كبير، رمز كبير وعالم كبير جدا جدا بالنسبه لكل الاهلاويه وبالنسبه للجمهور العاشر لكره القدم والمصريين بشكل عام. في جوه بالداخل عرض لهاتمين قناه السويس، لان الموضوع منقسم باكثر من مرحله. الاولى في القلب منها اقتصاديه، دي بتبقى سكرين كبير جدا جدا على مدخل الجناح وحضرتك داخل، دي بتعرض فرص الاستثمار في تنميه محور قناه السويس والفرص الاستثماريه الكبيره اللي بتقدمها الدوله المصريه والخدمات اللوجستيه والبنيه التحتيه اللي قامت بتطويرها الدوله منذ تولي الرئيس عبد الفتاح المسؤوليه. اول لما حضرتك بتلتفت على الشمال الجناح في المدخل على طول اللي هو مساحته 1000 متر على 3 طوابق، بنلاقي بعد كبير جدا جدا متعلق بالسياحه الشاطئيه، بنتكلم على دهب وبنتكلم على شرم الشيخ، بنتكلم على غردقه، بنتكلم على عدد كبير جدا جدا من المناطق الساحليه والشاطئيه واللي بيزورها عدد كبير جدا من السائحين، وقضيه الغطس وقضيه الغوص والحاجات اللي زي كده بصور وفيديوهات معبره جدا جدا. في نموذج لعدد كبير جدا من تماثيل الاثريه وطبعا وزاره السياحه والاثار، لان هذا الجناح الحقيقه بتقوم عليه الدوله المصريه والحكومه المصريه كلها بمشاركه كل وزارات الحكومه بشكل عام. احنا بنتكلم على المشاهير في كل قطاع حتى في الطابق الثاني، في بالنسبه للقطاع للشباب والرياضه وده كان باشراف طبعا دكتور اشرف صبحي وزاره الشباب والرياضه، بنتكلم على نجومنا ونجماتنا في كل الالعاب الاولمبيه والرياضيه واهم الجوائز اللي حصلوا عليها سافرنا وخير السفير في الخارج كابتن الكبير محمد صلاح، طبعا له عرض كبير جدا جدا في الطبق الثاني برضه متعلق بهذا اللاعب. ومحمد صلاح في ارقام بالنسبه للضيوف اللي بيزوروا الجناح المصري وهم مش من الدوله المصريه، طبعا بتشرف عليه بشكل كبير جدا وزاره التجاره والصناعه، دكتور نيفين جامع هي المعنيه بشكل كبير جدا بالجناح وبكل ما فيه، ويمكن حتى الجزء الاشرافي بالتاكيد متعلق بوزاره التجاره والصناعه اللي مشرف عليه، وان كانت زي ما قلت لحضرتك كل الوزارات الحكومه او وزراء الحكومه مشاركين فيه. كابتن الخطيب اثنى على التنظيم الجيد، اثنى على الوضع داخل الجناح وانه واجهه كبيره جدا ومشرفه كبيره جدا للدوله، بيتضاعف يوم عن التاني نتيجه ان اللي بيزور الجناح في المره اللي بعدها بيصطحب اهله وبيصطحب اسرته من كل اللي موجودين في الامارات بشكل عام في تمام. الامارات الو طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذ محسن سميكا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع الموقع. طيب